على الشيخ الكريم سيد رئيس رئيس مجلس الجهة أكاديمية الجهة الشرقية سيد مؤسسة المسلمين حضرة السيدات والسادة، ما كانش جيتش لي باش نعمل تدخل في الموضوع، جيت فقط باش نعبر على المساندة الروحية لهذا النوع من المبادرات، مبادرات دعم كل المجهودات من أجل إحياء من جديد تراث هذه المدينة العتيقة. وانا غادي بطبيعه الحال نتكلم اللغه العربيه، ولكن كذلك نتكلم اللغه الفرنسيه لان ما عنديش مسؤوليه سياسيه. حنا كنعبر بذلك على انفتاح الجهه حول الثقافات وحول الاخر. كنعتبر بان هذه الجهه من الخصوصيات ديالها هو هذا الانفتاح اللي تكلم عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب الملكي السامي ديال 2003، لما قال أنه احنا جسر بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، فإذا خصنا نحافظ على هذا الروح وهذا التراث. فإذا هانئا للمؤسسة على هذه المبادرة، هانئا لكل مؤسسات التي دعمت هذه المبادرة، وشكرا لها كذلك على دعوة الوكالة للحضور في هذا اللقاء الهام. موضوع اللقاء هو موضوع استراتيجي، وأنا أدعم كل دعم ما جاء به السيد الرئيس كلمة ديالو على ضرورة الحفاظ على هذا التراث. الحفاظ على هذا التراث أصبح اليوم مهمة جديدة قوية بعد زيارة الميمونة لصاحب الجلالة للمدينة العتيقة. هذه شكلت كنظن واحد انطلاقة جديدة، وصاحب الجلالة الله ينصره دخل لهذه القاعة وقدمت ليه كل اللوحات على المشاريع الجهة، المشاريع ديال إعادة هيكلة المدينة العتيقة مساحة مولاي سيدي عبد الوهاب، وأعطى توجيهات والنصائح وأكد على ضرورة الحفاظ على هذا التراث. كذلك صاحب الجلالة أعطى انطلاقة وأكد من جديد على ضرورة الحفاظ على البنايات الدينية، المساجد والمسجد اللي هو كيشكل بالنسبة لنا وبالنسبة للهندسة هندسة المساجد بالمغرب تراث كبير، هو المسجد ديالنا التقليدي اللي غادي تبدا فيه إعادة عملية الترميم وإعادة بناء كل الجوانب اللي خاص الاهتمام بها. كذلك لي تماجور القديم ديال اللي كيشكل بنايه اللي كيشكل اصبح اليوم غادي يكون موزي ديال المقاومه، وهذا الموزي ديال المقاومه كنا اقترحنا باش يكون موزي ديال المقاومه ديال المغرب العربي، نظرا ليكون احنا بوجدة وفي الجهة الشرقية ساهمنا كذلك في استقلال الجزائر وضحينا، وهناك مساهمة ملموسة، مساهمة قوية من طرف كل هيئات إلى جانب الأحزاب إلى آخره، ولكن جيش التحرير ديالنا ساهم إلى جانب جيش التحرير ديال الجزائر في الحصول على استقلال الجزائر، وانتم وحنا كلنا كنعلموا كنعرفوا
أنه جلالة الملك رحمه الله محمد الخامس ما كان موقف حول الحدود قبل استقلال الجزائر لما اقترحت فرنسا على المغرب أنه ناقش معه الحدود ورفض رحمه الله لأنه قال أنه إحنا غادي نناقش الحدود حتى تحصل الجزائر على الاستقلال ديالها في إطار أخوي في إطار مسلم في إطار المغرب العربي. وهذه غادي نقولها بالفرنسية لأنها مهمة وستوصل من جديد لأنه الذاكرة دي من جملة الأشياء ديال الذاكرة اللي عندها أهمية كبيرة. Nous avons des traces du patrimoine dans la broderie, Madame Gans, mais nous avons également des traces du patrimoine dans l'histoire des peuples, puisque parmi ces bâtiments et parmi ces éléments du patrimoine qui sont réhabilités, vous avez l'ancien état-major qui va devenir le musée de la Résistance. Et le musée de la Résistance, nous avons proposé que cette résistance de lutte contre le colonialisme à l'époque, puisque c'était la France qui était sur les trois pays du Maghreb, nous avons proposé que le musée de la résistance soit ouvert également à l'ensemble des pays du Maghreb, et y compris aux résistants français qui étaient pour l'indépendance à l'époque, et nous savons qu'ils étaient nombreux. Et nous savons qu'ils étaient nombreux à Oujda. À Oujda particulièrement, parce que tous n'étaient pas dans le même panier. Il y avait des gens de haute moralité, d'orientation politique et sociale et humaine qui les conduisaient à appuyer le mouvement de. Et dans ce mouvement de libération, je disais également que c'était un trait de la personnalité noire. Appui à l'indépendance de l'Algérie. Et cet appui, cette loyauté dans la fraternité, eh bien, elle s'est exprimée aussi par le refus de feu Sa Majesté Mohamed V, que Dieu et son âme, qui, lors des différents contacts avec la France après l'indépendance du Maroc, quand la France préparait la création de son grand État sahraoui, qui regroupait le Sahara algérien, le Sahara marocain, une partie du Sahara du nord, des pays du nord, le Niger, le Mali, etc., qui était en cours de gestation. Et puis est venue cette proposition qui consistait à dire au Maroc venez, nous allons négocier les frontières. Et puis nous savons, parce que nous avons des preuves là-dessus, nous savons qu'une grande partie du territoire marocain a été découpée pour des besoins de gestion coloniale. L'Algérie était français à l'époque. Et Sa Majesté Mohamed V, Dieu et son âme, a refusé. Nous aurions réglé tous les problèmes maintenant. Mais c'est le coût de la fraternité, c'est le coût de la loyauté. Et c'est quelque chose qu'on ne regrette pas, mais c'est quelque chose qui contribue aussi à construire l'avenir. فإذن هذا هو التراث كذلك، هذا من جملة الأشياء ديال التراث. التراث هو كذلك إعادة هيكلة البنيات التحتية، تكلم عليها السيد الرئيس، وهذه بدأت من سنوات 2000، بدأت على التطهير، شبكة التطهير، لأنها هي أساسية كذلك باش الحفاظ على البنايات، وكذلك ساحة السيدي عبد الوهاب. بلي كنت كنعقل في المسار المهني ديالي، كانت
شفنا المشاريع والمشاريع على ساحه سيدي عبد الوهاب، جا البنك الدولي وجا مجموعه ديال المشاريع، مشاريع كبيره ومشاريع ضخمه كبيره الى اخره. الحمد لله دابا بدات، وخصنا نعطيو يد الله. كذلك كاين المقر ديال المؤسسه، مؤسسه مولاي سليمان، المقر ديالها في قلب المدينه العتيقه، حتى هو المقر اللي كيساهم في اعاده الاهتمام بالتراث المدفون. كذلك الى جانب هذا الشيء كله، كاين هناك مجموعه من البنايات، بنايات داخل المدينه العتيقه، دور ديال الناس اللي عندها واحد طابع هندسي مهم يجب الحفاظ عليه. وهنا سيد الرئيس، ربما احنا مستعدين باش نعطيو يد الله في هذا الشيء، نشوفوا مع القطاع الحكومي المسؤول امكانيه دعم كل ما يريد ان يحافظ على 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 الدار التقليديه اللي عندها واحد الطابع تراثي، ممكن نسميه هكذا، دعم مالي من اجل اعاده الهيكله ديال هذه البنايه من اجل الحفاظ عليها، الى جانب اعاده بناء كل ما هو في حاله انهيار حاليا داخل المدينه العتيقه. وهذه الاشياء كلها كتجي كتواكب المجهود المهم جدا، المجهود التاريخي كما جاء ذلك في كلمه المؤسسه، هذا المجهود الهائل لاعاده احياء مسلسل التنموي ديال الجهه الشرقيه نتيجه المبادره الملكيه لتنميه الجهه الشرقيه. وهذه المبادره بطبيعه الحال ركزت على مجموعه ديال المعطيات، انتم عارفينها، الانفتاح الفضاء الاورو المتوسطي اللي كيضم الفضاء المغاربي. بكري كنا كنشوفوا الفضاء المغاربي فقط، اون غوغاردي كو المغرب افون l'initiative royale de développement de la région orientale, on ne regardait que le Maghreb à partir de Rabat Casa. Et on voyait Oujda dans un cul-de-sac. Quand je vois Oujda Kanaha, à Akhir, Hal Trak Mkhra, Hal Ayam Oujda Halien, tout ça, je voudrais te dire Halt, on a le Houdoud Mftour, Mftour Mstout. فإذا إذا كانت الحدود مسدودة راه كل الآمال، التاريخ، كل شيء وقف. فإذا جات المبادرة غيرت هذا النظرة للجهة الشرقية، ما بقاش غير هذا النظرة من الغرب إلى اتجاه الشرق، كذلك كاين من الشمال اتجاه الجنوب أو من الجنوب اتجاه الشمال. وبالتالي هذا الانفتاح حول هذا الفضاء الكبير الجديد هو اللي اعطى نفس قوي للجهه الشرقيه، الى جانب ورقه الطريق اللي قال سيدنا الله ينصرو، جا وقال بانه هذه الجهه عندها مؤهلات يمكنها تساهم في التنميه الاقتصاديه الوطنيه، فاذا يمكن تساهم نقطه ديال البي ان بي زايد، نقطه ونص، زوج نقاط، عندها مؤهلات، عندها رجال ونساء، عندها موارد، فإذا لماذا لا تساهم ونجند جميعا هذه الموارد من أجل المساهمة في التنمية؟ وفعلا من أجل ذلك جت الدولة وأعطت مجموعة من الإمكانيات، وصبح الاستثمار العمومي في الجهة الشرقية منذ 2003 أكبر استثمار جهوي على الصعيد الوطني. مكننا من بناء الخط السكاكي، طريق السيار هو في طور البناء، إعادة الهيكلة ديال المدن، المساهمة في إطار وحدوي، في إطار توجيه متفق عليه من طرف الجميع اللي هو المبادرة الملكية لتنمية الجهة. ما بقاش واحد يغرب واحد يشرق،
ما بقاش واحد الحزب يجر لهذا، واحد الجمعية تجر لهذا، واحد النقابة تجر لهذا. كلنا متفقين على واحد القاعدة اللي هي قاعدة معقولة، واللي هي قاعدة تجمع الجميع، اللي ما فيها حتى شي نزاع نهائيا، واللي ساهمت في وحدة التجنيد. يمكن نسميه هكا، وحدة التجنيد كل الكفاءات وكل الإمكانيات وكل المؤهلات ديال الجهة الشرقية من أجل التنمية، بما فيها الدياسبورا، بما فيها ولاد الجهة اللي هما مقيمين بالخارج. هادشي بطبيعة الحال هو من الماديات، لكن كاين أشياء أخرى اللي هو يمكن تسميه التراث الغير المادي. والتراث الغير المادي هو الثقافة، هو ما تمثلونه من إمكانيات، ما تمثلوا من إمكانيات النخبة ديال الوجدان، ساكنة المدينة العتيقة، الناس اللي عندها ذاكرة، ولكن ذاكرة حية، واللي يمكن تسترجعها، يمكن تساهم بها في إعادة هيكلة المدينة العتيقة. هذا الشيء علاش كنأكد دائما سيد الرئيس على كون إعادة الهيكلة ديال النسيج التقليدي ديال المدينة خصو يتعامل بالسكان وبمساهمة السكان وبتجنيد السكان وبأخذ بآراء السكان. بطبيعة الحال الآراء متعددة، ولكن ماشي في عند الوقت، ماشي في عند الوقت كون نجمعوا الناس وحتى التلاميذ، بما أننا كنتكلموا على المدارس، ونفسروا لهم باش يكون هذا العمل ديال إعادة إحياء هذه المناطق وهذه البنايات وهذه المؤسسات كلها ديال المدينة العتيقة، إحياء هذه المناطق بمساهمة السكان. كنت طولت شي شوية، كنظن بأنه هذا المثال اللي كنعيشوه اليوم اللي احنا درسنا لنا توصلنا به عن طريق انترنت الى اخره، واللي عملته الاستاذه مدام غانس، ايفلين غانس، اللي هي جات هنا و كبرت هنا، عملت واحد المجهود جبار. Je vous traduirai ça ensuite parce que ça me concerne. جمعت كل ما حصلت عليه من غير غادي تفسروا لكم. جمعت كل ما حصلت عليه من وثائق، وهذه الوثائق هي اللي كاينه هنا، اللي بينت واحد التراث كبير جدا موجود في الجهه وما معروفش، ممكن حتى نتوما ما كتعرفوش، لانه حتى نتوما بعض الاحيان كنتكلم على الناس اللي جيل بهجي، حتى نتوما ما كتعرفوش، انه بعض المرات ما كتعرفوش باللي كيتصنع في دياركم من طرف مولات الدار ومن طرف بناتكم، ما كتعرفوش. وهذا النوع من التراث خصنا نعرفوه جميعا، خصنا نكتشفوه جميعا، وانا متيقن بانه هذا المثال يمكن يتطور ويتعمم في جميع الميادين. هذا الطرز التقليدي، وانا حسبني لما كتقول هذا الطرز ديال الاسلام، حنا كنعرفوا الطرز ديال السلاو ديال الرباط، ولما كيتقدم على الصعيد الدولي وعلى الصعيد كذا كيتقدم كانه تراث مغربي، ولكن تراث مغربي اصله فاس ولا سلا ولا مراكش ولا كذا. في الوقت اللي حتى حنا عندنا خاصيات اللي باينه هنا، واللي هو ابداع شرقي، ابداع وجدي حقيقي عميق اصيل، وبالتالي خصنا نبدا نحافظوا عليه، ولكن خصنا نبدا كذلك ما نعرفوا به،
بدما من هادشي علاش غادي هاد العمل كله ان شاء الله كتاب كتاب راه كان اهتمامات كبيره من طرف الجميع، السيد الرئيس الجهه، المؤسسات ديال النشر الى اخره، اهتمتم بطبيعه الحال الوكاله، ولكن انا كنلح انه هذا الكتاب خصو يكون كتاب نوع ممتاز في مستوى الكتب اللي كاينين على مثلا الزربيه ديال تازنات، ولا الزربيه ديال شيشاوه، ولا الزربيه ديال فاس والرباط الى اخره، هاد الزربي ولا اشياء اخرى. كنظن بانه غادي نعملوا كتاب، وتكون هذه بدايه ديال مجموعه ديال الاشياء اللي يمكن تدخل في التراث لا المادي ديال الجهه الشرقيه. Voilà madame, je dis que cet exemple, l'exemple que vous nous donnez aujourd'hui, nous voulons le reproduire dans toutes les activités du patrimoine immatériel. Ça, c'est du patrimoine immatériel, la couture, l'art, la tradition. Chez nous, il y a الحمام المجدي معروف على الصعيد الوطني نفكروا فيه كذلك، وكاين في المدينه العتيقه، خصنا نحافظوا على هذا التراث، لانه هذا هو الدعم الحقيقي للسياحه. دونك سيت اكزومبل كو فو مو دوني نو فولون لو ريبرودوير دون تو لي دومين اي كومبري دون لار دو حمام. لار دو حمام افيك شريفة كتعرف هاد الشيء، مدام شريف كتعرف هاد الشيء، افيك دي غراند سيرفيت برودي، افيك توت سيت ارت دو لا سيفيليزاسيون رافيني كي كوريسبون ا لا سيفيليزاسيون ايسي ا لا بورت دو جدا. فوالا، اي بور سولا، اي جو تيرمينري بار سا، نو افون un patrimoine extraordinaire dans la région du Mans. On a un tourat dans la région de Chabria, qui est très important. On a un atteint, on a dit que l'on a dit que l'on a dit. Mais on a dit qu'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit. On a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit. Mais Inch'Allah, on a dit qu'on a dit que l'on a dit. On a dit que l'on 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 a dit. من الجنوب الى الشمال ديالها اللي هو التراث الوطني المغربي، غادي ندعموا به تنميه القطاع السياحي. ونشوفوا بانه اليوم مثلا كاين على الصعيد الدولي جمعيات كتهتم بلي روندوني. لي روندوني كيفاش كتسميها؟ جولات جبلية مهنية تقنية ثقافية إلى آخره. وقلنا ما فيها بس نشوفوا مع أكبر جمعية جولات كتهتم بالميدان، اللي هي جمعية فرنسية، لاسوسياسيون فرانسيز دي روندوني. عملنا معها شراكة مع لاسوسياسيون ناسيونال دي الناتور اي باتريمون، لا ناب، اللي فيها مجموعة من الأساتذة ديال جامعة محمد الأول. ربطنا شراكة بيناتهم مع الانستيتيو فرونسي إلى آخره، هذه 3 سنين. بون، هذا الشيء تجلى في واحد الاتفاقية، والاتفاقية تجلت في واحد المشروع. المشروع هو لو غيد دي روندوني. ها هو غيد دي روندوني، هذه النسخة أنا كنقراها آخر قراءة، فيها مجموعة من لي سيركوي، وفيها التاريخ. فيها تاريخ على منطقة، كيتكلم بطبيعة وجدة، كيتكلم على دبلو، كيتكلم على تبريز، كيتكلم على الشمال، كيتكلم. فإذا هذه القضية اللي غادي تكون في إطار باحترام المواصفات ديال لي غيد دو روندوني، كنظن بأنه القراءة ديال هذا الكيد يبين لكم ما
توفر عليه جهة شرفية من مآتي التاريخية. شنو هو التاريخ ديال الجهة؟ شنو هو الإمكانيات ديال الناس ديال الجهة؟ وانا متيقن بأنه إلا تجندنا كلنا باش ننميو هذه الإمكانيات غادي نساهمو، ماشي فقط واحد دفعة قوية لتنمية البلاد بناء على التوجيهات السامية، تطبيق في عين المكان على مستوى الملموس تطبيق المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية والمسيرة التنموية الوطنية ديالنا على الصعيد الوطني وراء صاحب الجلالة نصر الله، ونساهموا كذلك ونكونوا كذلك نقطة ديناميكية مهمة على مستوى جنوب البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى المغرب العربي، لأنه عندنا قدرة في ذلك. وكنظن بأنه هنا فاش كيتلقى التاريخ بإرادة المستقبل. فهنيئا للمؤسسة، هنيئا لكم، وكنظن بأنه حنا كلنا مجندين من أجل الدفاع على التراث ومن أجل كذلك تنمية الجهة بناء على. شكرا للجميع.